أهلا بكم. بفضل حكماء هذا البلد تتجه الأمور إلى تطبيق ذيول حادثة قبر شمون على خلفية زيارة الوزير جبران باسيل إلى علي، فيما رحلت جلسة مجلس الوزراء إلى الأسبوع المقبل في انتظار استكمال المعالجات. المساعي التي قادها الرئيس نبيه بري وترجمت في أكثر من لقاء شكلت الخطوة الأولى في مسار التهدئة، تستكمل في شقها الأمني من قبل اللواء عباس إبراهيم، وفي ظل الانشغالات المحلية التي تولاها البعض لوأد الفتنة التي أشعلها البعض الآخر، كان المفد الأمريكي ديفيد ساترفيلد يجول في بيروت شاهرا تحيزه للعدو الإسرائيلي، الأمر الذي أوحى بفشل مهمته لترسيم الحدود. وفي أول تعليق له، الرئيس ميشيل عون أكد أن المصالحة في الجبل ثابتة وأن حرية التنقل لكل اللبنانيين ولا سيما ممثلي الشعب هي مصانة. وفي المشهد الإقليمي والدولي، دخلت أوروبا بقوة على خط العقوبات على النفط الإيراني من خلال احتجاز بريطانيا لناقلة النفط العملاقة في جبل طارق للاشتباه بنقلها النفط الخام إلى سوريا رغم العقوبات الأوروبية. قراءة في المشهدين المحلي والإقليمي مع ضيفنا النائب السابق ناصر نصر الله، أيضا عضو المجلس العربي للمياه. أهلا وسهلا فيك. أهلا سلامات. يعني البداية من الأجواء اللبنانية المتوترة نوعا ما في ظل ما حصل منذ نهار الأحد وحتى اليوم، برأيك يعني هذا المشهد اللي صار من الأحد واللي يعمل الرئيس بري وبعض عقلاء هذا البلد على تطويق ذيوله، هل يختصر بمعالجات مؤقتة أم بحاجة إلى معالجة جذرية؟ هناك خلاف على زيارة أم أن الأمور أبعد من ذلك بكثير؟ إن شاء الله ما تكون أبعد، يعني خصوصا وأنه نحن كنا بأمس الحاجة أنه هيك أمور ما تحصل. نعم، لأنه الشغل كله كان عم يتركز على ترتيب الوضع المالي بالبلد وترتيب الوضع الاقتصادي والحالة الموجودة عند الناس، يعني صاير الناس عندهم تعب كبير من جراء الأوضاع. نعم. وإجت هيدي القضية، إجت يعني عملت ما في شك عملت نوع من ردة فعل سلبية كتير على الصعيد الداخلي. وأنا بتأسف أيضا لأنه نحن صاير كل أمورنا منشورة على الفضائيات. كنا عم نفكر فصل سياحي. نعم. واعد بالفعل ونشغل حقيقة، يعني وزير السياحة اشتغل شغل كتير كويس وعمل اتصالات كتير كبيرة بدعم من الحكومة ما في شك، ولكن يعني هذا اللي صار عمل تأثير سلبي، نتأمل انه بسرعة. ومن هون كان تدخل دولة الرئيس بري حقيقة، لانه دولة الرئيس بري واعي لكل المشاكل اللي حاصلة بالبلد، واعي للناحية الاقتصادية، واعي للناحية الاجتماعية، واعي للناحية السياسية، واعي للناحية الأمنية، وصار هو يعني عم نتعبه، صرنا حقيقة عم نتعبه ونشوف انه اتصالاته ومواعيده مكثفة بشكل غير معقول. وايضا حتى بالليل حتى بعد الدوام العادي عنده دائما اتصالات ودائما بيجرب يطفي رجل الاطفاء، في اطفاء عامل، يعني الحمد لله منيح اللي موجود، منيح اللي موجود دولة الرئيس بري. نحن اليوم حقيقة بموضوع الجبل لازم يكون في وعي كبير عند كل القوى السياسية. نعم. وهذا الوعي الكبير لازم يترجم، ما يكون بالكلام، ما يكون بالتصريحات، وما يكون انه والله يعني نحن حاضرين ونحن مش حاضرين والى اخره. الموضوع انه في مصالحة تمت بالجبل، يا اما بدنا نعتبر انه هذه المصالحة شاملة وكاملة وبالتالي بدنا ندعمها وبدنا نجذرها بالجبل وبدنا ننهي موضوع المهجرين والى اخره،
وبده يكون في علاقات اجتماعية مشتركة. نعم. علاقة، وهيدا لبنان. لبنان يعني نحن نعرف لبنان قبل الأحداث، قبل الـ75 وقبل الـ58، ومنعرف كيف كانت الناس تتعاطى مع بعضها وكيف تعيش مع بعضها. كان في محبة، في أخوة، في جيرة حقيقية. نحن اليوم نحكي بالجيرة بدون ما نكون عم نترجم الجيرة، نحكي بالأخوة بدون ما نترجم شو معنات الأخوة. بكل أسف يعني، وفي نوع من التحدي صاير عم يصير عندنا موضوع، أنا بأخذ موقف، غيري بياخذ موقف معاكس. ليش؟ بدون أي سبب، بدون أي سبب. هيدي كانت تحصل مرات بالأيام الانتخابات القديمة، يكون في نائب شاطر وشغيل ونشيط وقصص، يروح على وزارة مثلا يقول لهم بدي زفت الطريق، يجوا لحتى يزفتوا الطريق، الفريق الثاني يروح يعاكس. نعم. حتى ما يكون في هالوضع. نعم. المعنوي لل... نعم. رح نتوقف نحن وحضرتك لنستمع على النائب طلال إرسلان من الرملية. نكتفي بهذا القدر من كلمة النائب طلال إرسلان من الرملية، ونعود لمتابعة حلقتنا مع ضيفنا النائب السابق ناصر نصر الله. أهلا وسهلا فيك. نعم. مجددا. يعني كنا عم نحكي بالبريك أنه الخلاف السياسي هو طبعا مسموح، ولكن أنه يؤدي هذا الخلاف السياسي إلى وقوع ضحايا وإلى بناء عداوات بالشارع، ما حدا بيعرف لوين ممكن أتوصل، هو يلي غير مسموح اليوم، ويلي ما حدا عم يستدرك يمكن عواقب هذا الأمر. هذا صحيح. والواقع اللي عم يحصل بكل أسف أنه ما في يعني نوع من استباق الأمور، عم بيكون استباق الأمور بتجيش الأمور. نعم. بعكس ما لازم. يعني اليوم نحن في عنا برنامج وقاية للمشاكل، عارفين حالنا أنه بلدنا في عنا انقسامات سياسية، عنا مشاكل، عنا ناس على الأرض، عنا تفلت، عنا بطالة، عنا شباب قاعدة بلا شغل، قصص يعني. عنا أزمات كتير كبيرة. عنا أزمات قد ما 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 بدنا نعد، بضل نعد أزمات. لذلك يعني نحن بحاجة لوعي كامل إنه هيدي الأمور نقدر نوضع لها حد مهما كلف الأمر. ما في شك اللي بتلاقي اليوم مثلا صارت الحادثة، جيشنا كلنا للملمة الوضع، وهذا الشيء اللي كتير منيح لأنه منوعة وقت بتصير المصيبة، وقت بتصير المشكلة. لازم يكون في عنا رؤى مستقبلية للموضوع الأمني. يعني لازم نحن نطلع من قصة السلاح المتفلت وهالرخص المفلوشة بالأسلحة وين ما كان، وبالتالي يعني التدخل كمان لما نمسك شخص بمخالفة بقصة نتدخل لحتى نخلي القضاء يعني يرفع ايده عن الموضوع، قوى الأمن بنضغط عليها لحتى كمان ما يصير في معالجة ونوع من معاقبة للأشخاص للمرتكبين. لازم يعني نحن وضعنا السياسي العام كله بده شغل، بده شغل. بكل أسف يعني ما عم نقدر نوصل برؤية واحدة لقضايانا ولمشاكلنا. لنرجع لأصل المشكلة، هل يستحق أنه زيارة وزير لمنطقة أنه تواجه بهذه الطريقة وصولا إلى يعني إقفال الطرقات ووقوع ضحايا؟ هذا الموضوع أكيد ما لازم يصير، أكيد ما لازم يصير. نحن كل قرانا وبلداتنا لازم تكون مفتوحة لكل الناس، لأنه بنحكي بالديمقراطية بدون ديمقراطية، وبنحكي بالحرية بدون حرية، وبنحكي بكل يعني هذا الكلام كله بنحكي، إنما لما بتوصل القصة للواقع متصرف بشكل مختلف. الأمر كتير خطير إنه يكون في هالتحدي هذا، وما لازم نعمل أرضية لهذا الموضوع. يعني نحن بخطابنا السياسي عم نخلق مشاكل بخطابنا السياسي. أنا مثلا بحكي سياسي، بدل ما احكي سياسي بطريقه مرتبه، بطريقه ما تسيء للغير، في خطاب استفزازي يعني. لانه الكلام نوعين، اما بجنن واما بحنن. يعني الكلام الواحد بيقدر يعبر عن رايه بكثير من اللياقه او بكثير من التهذيب، وبيقدر يعبر عن رايه بكلام متشنج وبيخلق مشاكل وبيخلق عند الطرف الاخر
شوي من الامور بصير يفكر انه شو عم يطرح وشو عم يفكر وشو عم يخطط وشو عم يعمل برامج والى اخره. يعني برايك انه اليوم السياسي لازم يقيس خطابه، يعني خطاب استفزازي برايك هو كمان بيتحمل أكيد المسؤوليه؟ اكيد اكيد، لانه يعني اليوم هالقيادات السياسيه ومسائبة، نحن ما عندنا بكل اسف ما عندنا شباب مثقف سياسيا وملتزم بطريقه صحيحه، عندنا تبعيات، عندنا اتباع. نعم. هالاتباع هول منن يعني مسيسين بالمعنى الحزبي اللي هو بيبي في انضباط. نعم. وفي محاسبه وفي كذا والى اخره، لذلك بتلاقي يعني لما انا اذا بحكي على بيعتبروه شخص انه خصمي مثلا، اذا بحكي عليه جماعته بصيروا بيتحدوا جماعتي انا. هذا الطبيعة، العائلات، طبيعة القرى، طبيعة المناطق. بالفعل. من شان هيك نحن عم نطالب الكل انه اذا بتريدوا خففونا من الخطاب المتشنج. نحن بدنا نعتذر منها كمان، نرجع ننتقل مجددا الى الرملية. نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة مع ضيفنا النائب السابق ناصر نصر الله. يعني كنا عم نحكي عن الأجواء، بدأ انتقل لمشهدية عينتين اللي جمعت الرئيس نبيه بري إلى مائدة الرئيس نبيه بري، الرئيس الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط. البعض اليوم ربما اعتبر أنه هذه المصالحة اللي هي اجت قبل أحداث عليه تعتبر نوع من إعادة يعني التحالف بين أركان اتفاق الطائف، حضرتك كيف شفتها؟ هي مش وليدة الأحداث، اللقاء منه وليدة الأحداث، لقاء كان عم يشغله قبل فترة من ما تصير الأحداث، يمكن الأحداث عجلت بأنه يصير هذا اللقاء. والرئيس بري حريص دائما على العلاقة بين الطوائف، العلاقة بين الأشخاص اللي ممكن يأثروا على اي طائفة معينة. رئيس بري على طول بيهمه انه يكون في رواء ضمن الطائفة وتعاون مع الطوائف الباقية، ودائما كان يقول انه الطائفية بلبنان نقمة، ولكن الطوائف نحن هذا شيء طبيعي، وهذا اللي لازم ان نغذيه بشكل حد يكون في علاقات كتير وثيقة، لانه كلنا مؤمنين بنفس التفكير. أكيد. يعني ما في حدا عنا ملحد بالطوائف، كلنا مؤمنين، وبالتالي يعني لازم يكون في هذا الود وهي العلاقة الصحيحة والى اخره. وما بيجوز يعني دائما نفكر انه اذا التقى مع رئيس بري والتقى رئيس الحريري والتقى ولي جملات انه عم نعمل حلف ضد حدا، مش ضد حدا، لمصلحة البلد. نعم. لمصلحة البلد. هذا الامر بعتقد الواعيين بيعرفوه وبيفهموه وبيقدروه، ومن هيك بتلاقي في تقدير كبير صار بالبلد لدوره لدولة الرئيس بري. طبعا. وبتأمل أنا أنه تكون هذه اللقاءات إلى استمرارية ومتابعة، لأنه كتير منيح أنه يكون قيادات سياسية متفاهمة مع بعضها، لأنه بكل أسف بتلاقي بالعالم برا يعني رئيس جمهورية، رئيس حكومة، وزراء، رؤساء مجالس نيابية بيلتقوا ببعضهم، بيقعدوا مع بعضهم، بيتعشوا مع بعضهم، بيداروا مع بعضهم، إلا عنا بلبنان برا بيختلفوا على الرؤى الاقتصادية والمشاريع، عنا بلبنان من غير شر، عنا بلبنان ما بنشوف ولا مرة إنه والله في مناسبة هيك اجتماعية خاصة بيلتقي فيها المسؤولين وبيكون فيه هيك ود وبيكون فيه علاقات صحيحة، لأنه هيدي كانت بتعطي بتنعكس كتير بإيجابية على الناس. أما نضلنا كل واحد لحاله، كل واحد مع جماعته، كل واحد ضمن البوتقة تبعه بس، هذا شيء ما بيكفي حقيقة. نعم. يعني عندنا في شيء غلط بالتعاطي السياسي، إنه ما منفوت على علاقات مع بعضنا، علاقات اجتماعية، علاقات فيها انعكاس للرأي العام، انعكاس جيد عند الرأي العام.
نعم، اليوم الرئيس بري بموقفه عم بيكون متميز جدا عن موقف حزب الله يلي بحسب الاشتراكي هو اصطف منذ اللحظه الاولى الى جانب دار خلدي يعني والنائب طلال ارسلان، وكمان كان واضح بموقفه. برايك اليوم حزب الله يعني الى اي مدى هذه العلاقه مع النائب السابق وليد جنبلاط وايضا الخلاف حول معمل فتوش انه ممكن تكون عم بتادي لهذا الاصطفاف؟ دائما دائما الاطفائي بيرتب القصه. نعم. وبتتظبط الامور، وبالتالي ما في بعد، يعني ما في يعني نوع من قطع علاقات لا مع وليد جنبلاط ولا مع حزب الله ولا مع اي مكون سياسي ثاني. وحتى العلاقات بين الحزب التقدم الاشتراكي وبين حزب الله والمسؤولين بالحزب بيضل في تواصل، التواصل ما بينقطع، بيضل في انوات للتواصل، التواصل ما بينقطع. نعم، في تباين ما في شك، ما بيقدر واحد ينكره، ولكن في تواصل وبيضل في تفاهم. واهم شيء انه اذا الخلاف بالراي او خلاف سياسي ما نوصل لمشكله. نعم. يعني ما يكون عندنا اتجاه رايح انه والله بدنا نحزم هالقصة بموضوع، لانه قصة السلاح هذه قصة خطيرة جدا، ما بيجوز ابدا يعني حدا يفكر بانه ما حدا له مصلحة، اكيد ما حدا له مصلحة، لا حزب الله ولا وليد جنبلاط ولا حركة امل ولا بقية الاحزاب الثانية. نحن بتأمل انا انه كل الامور تبعنا وكل مشاكلنا ضل يعني ضمن تحت سقف مقبول وتحت سقف قادرين نعمل له حلول، قادرين نعمل له حلول. اللواء ابراهيم ايضا كمان عم بيقوم بوساطه، ولكن وساطه اللواء ابراهيم اليوم بشق الامني عم تصطدم باصرار النائب طلال ارسلان على احاله هذه القضيه الى المجلس العدلي. في افرقاء اخرين بيعتبروا انه شروط الاحاله الى المجلس العدلي غير متوفره، وهي لها شروط بقانون العقوبات مثل تاليف العصابات المسلحه تمام. وما الى ذلك. تمام. برايك اليوم هذه القضيه يستلزم ان تحال الى المجلس العدلي؟ نحن لازم نحتكم دائما للقانون. يعني عندنا دستور وعندنا قانون وعندنا مراسيم تنظيميه وقصص والى اخره. نحن لازم نحتكم للقانون، ورجال القانون هن رجال القضاء. ما هن رجال القضاء، لازم يكون لهم راي. اذا رجال القضاء من بعد ما يطلعوا على التحقيقات والقوى الامنيه عم تعمل تحقيقاتها والمدعي العام التمييز كلف شعبة المعلومات بأنه والجيش عم إذا مسك أي شخص عم يسلمه لشعبة المعلومات، المعطيات المتوفرة لدى شعبة المعلومات لما بتنتقل للقضاء ولرجال القضاء هن بيقترحوا على السياسيين أنه إذا في ضرورة أو ما في ضرورة، ولازم كلنا نسلم بهذا الموقف. ما بيجوز يعني المزاجية بهذا الأمر غير مطلوبة، منا مقبولة. اليوم بده يتكلم الواحد، بده يتكلم بطريقه نظاميه قانونيه، بده يدعم موقفه، بدعمه بالنصوص بالقانون، ما بالصريخ ولا بالطرح الامور بشكل هيك جزافا. هذا الامر بعتقد انا عم يتعالج بشكل كثير واعي، بشكل كثير سياسيا وقضائيا وامنيا. نعم. ولما بيلاقوا في ضرورة بيتعاطوا بهذا الامر انه في ضروره لمجلس عدلي بينعمل مجلس عدلي، واذا ما في ضروره ما في ضروره. نعم. بدي انتقل للشق الثاني يلي هو متعلق بزياره ومهمه الموفد الامريكي ديفيد ساترفيلد يلي كان كمان منذ ايام يلتقي الرئيس نبيه بري، ويلي الاشارات كانت سلبيه من خلال هذه الوساطه، حتى انه الامريكي عاد الى المربع الاول ليطرح عدم التلازم بين البري والبحري وليطرح عدم وساطه الامم المتحده. طبعا لبنان كان موقفه واضح من الاساس. برايك اليوم الولايات المتحده الامريكيه لماذا طرحت هذا المسعى طالما هي ستتراجع؟ هو الاهم بالموضوع الموقف اللبناني، نحن وحدة الموقف اللبناني. نحن لما بيكون عندنا موقف موحد، هيدا الموقف الموحد حقيقة هو اللي بنوقف وراه، وهو اللي بيساعد على انه نوصل للنتيجة. الموقف الامريكاني معروف لمصلحة اسرائيل، يعني هيدي شغلة انحياز كان واضح. من شان هيك نحن بلبنان متوافقين على انه يكون في دور للامم المتحدة. صحيح.
ويكون في دور مساعد للأمريكان، منا ضد تدخل الأمريكان، أو يكون عم يقولوا رأيهم بهذا الموضوع أو عم ينقلوا وجهات نظر. نحن مع هذه وجهات النظر أنها تنقل، لكن في موقف لبناني موحد، وهذا أهم نقطة. واليوم من المواضيع كتير قليلة لبنان بعتقد عم يتفق عليها في كل القوى السياسية، ما حدا خارج عن الموضوع، الكل مسلمين بأنه في دور لدولة الرئيس مرة، عم يشتغلوا بكتير من الحرفية والمهنية والالتزام الوطني والعربي حتى. وبالتالي بعتقد أنا بهذا الموقف رح نقدر نوصل، لأنه نحن عنا حق، والحق هذا بكل أسف بمرحلة من المراحل بالماضي لما كان عم ينحكى بقبرص عن موضوع الحدود اللبنانية والمياه اللبنانية وإلى آخره، صار في خطأ وقتها، ارتكب لبنان خطأ، صار في خطأ، هذا الخطأ رجع عنه لبنان وبلغ الأمم المتحدة، واليوم لبنان أمام موقف موحد، رئيس جمهورية، رئيس مجلس، رئيس حكومة، وكل القوى السياسية بموقف واحد. نعم. بعتقد أنا بهذا الموقف بنقدر نوصل وبنقدر نحصل حقوقنا. نعم، برأيك الولايات المتحدة اليوم عم بتعاقب لبنان لأنه قاطع مؤتمر البحرين بعد يعني آخر زيارة لساترفيلد كان بهذا الوقت لبنان قاطع البحرين، فعودتها عن كل اللي كان تقدمنا فيهم بموضوع التفاوض هو معاقب للبنان؟ ما بعتقد، لأنه يعني ما في رغبة بالولايات المتحدة لمعاقبة لبنان، والعلاقات الموجودة بين حتى الجالية اللبنانية الموجودة بأمريكا صارت لها دور، تقريبا عم تلعب دور كتير مهم، وصار في عنا بقلب السلطة الأمريكية أصوات بتدافع عن لبنان من أصل لبناني، وهذا أمر كتير جيد. لذلك نحن علينا أنه هون بلبنان نحصن موقفنا بلبنان، تحصين الموقف بلبنان بأنه كلنا بتوجه واحد، كلنا برؤى واحدة، معناتها نقدر نوصل ومنقدر نعمل شغل كتير كبير، ومنقدر نوضع حد، لأنه اليوم في قوة كمان، ما بدنا ننسى أبدا قدرة لبنان، إن كان من الناحية العسكرية الجيش اللبناني أو من ناحية المقاومة، لأنه كمان هذا الوضع في توازن، يعني عم يؤدي إلى أنه في توازن، ما في، والدليل على ذلك يعني مثل ما عم نشوف خفت كتير الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. بالماضي كان ما حدا يسترجي يوصل على الحدود. نعم. هلأ نحن يعني وضعنا كتير مرتاح بال. يعني ما بتشوف أن الوساطة فشلت؟ يعني بعد في إمكانية؟ لا لا، بعد قائمة، بعد قائمة، ما الوساطة ما فشلت أبدا، والموضوع كله بيتعلق بالناحية الجنوبية، يعني بالمربع رقم 9، وهذا الامر بده بالنتيجه بده يلتقى له حل. يعني ممكن ان نشهد ترسيم للحدود بالمدى القريب؟ بالمدى القريب لا، مش كتير قريب، يعني من المدى القريب هل فينا نقول انه خلال السنه الحاليه ممكن يبين شيء. نعم. يعني في موضوع اخير بدي احكي عنه بشكل سريع، وهو احتجاز نقلة النفط بجبل طارق، كيف قرأته حضرتك؟ هيدي يعني حقيقة هالوضع الدولي اللي صاير، يعني والتباين الكبير اللي صاير بين إيران وبين الأمريكان، ودخول أوروبا على الخط، ودور كمان أوروبا، وخروج يعني أعلنت إيران إلى حد ما الخروج عن الاتفاق اللي صار مع الأوروبيين واللي انسحبوا منه الأمريكان، عم بيحاولوا البعض، لأنه في كتير فرقاء بأوروبا متصلبين من السياسة الأوروبية مثل أي سياسة تانية، في ناس وسطيين، في ناس عقلانيين، في ناس واعيين، في ناس صحيح متزمتين وعندهم يعني ارتباطات تانية. لذلك هذا الأمر يعني هذا قرصنة كمان، يعني هذا نوع من قرصنة، وبالتالي بعتقد الأمم المتحدة يمكن لازم تتدخل بهذه القصة، ولازم يرجع يعاد النظر بعملية الاتفاق بين
الأوروبيين والأمريكان وإيران، وهيدي مصلحة الجميع، لأنه اليوم ما في شك في عض أصابع. يعني إيران عم بتجرب أنها تطرح أمور، كمان لو كان الظروف غير هيك ما بتنطرح ما بتنطرح. ونفس الشيء الأمريكان، إذا ظلت القصة عم يصير التعاطي فيها خارج الأطر الدولية وخارج الأطر اللي وضعتها الأمم المتحدة، نعم، وخارج القوانين والاتفاقات الدولية، يعني إن شاء الله أنه ما نوصل لأي مشكل. نعم، إن شاء الله ما نوصل لأي مشكل. نحن وصلنا لختام حلقتنا معك، بدي أتشكر حضورك. شكرا. مشاهدينا شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء.